للنادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا، الحمد لله وفره كبيره جدا من اللعيبه، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، عنده اداره بتساند طبعا كابتن خطيب وكل الناس المسؤوله بتساند الفريق، وخصوصا في التعثرات بيبقى كابتن خطيب بيبقى موجود والمجلس الاداره، لكن في وقت الفوز والحاجات دي كلها بيبعدوا تماما، وده في تاريخنا لما كنا بنلعب وحضرتك برضه كنت بتلعب يا كابتن، ده اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. جمهور كبير جدا وجمهور عظيم بيساند النادي، فانا مش قلقان خالص على النادي الاهلي في الدوري ان شاء الله.